إلى ساديو مانيم، ساديو ينطلق لكن الكرة أيضا تتخلص والكرة تعود مرة أخرى في مكان المدرب جيسوس. ستكون كبيرة جدا جدا جدا، تخيل 21 مباراة. تنفيذ الضربة ركنية، كرة عرضية رأسية لكن الدفاع يبعدها، دفاعات الهلال تسترد الموقف، تستعيد الكرة كوليبالي من جانب الطرفين، وبالتالي لا يليق بهذه القمة أن تكون سلبية. هذه النتيجة التي غابت منذ زمن ليس بالقصير أبدا. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد، الكرة وصلت بعد ذلك إلى ميشايل. ميشايل يا سلام يا كوليبالي، الله الله يا كوليبالي، الله الله يا كوليبالي، بطلا للقارة الأفريقية. شوف هنا لقطة كوليبالي ومرورة من ثلاثة لاعبين، لكن شوف التمام، يتقدم ساديو، يصل تلسكا، تلسكا ينتظر، تعود والتصويب مرمى لمصلحة النصر، عرضية لابورت يرتقي. الكثير من المناسبات السابقة التي تواجدت بيرسل لكرة ساديو ماني عرضية، ولكن الكرة المقدار إلى فوفانو، لمسة تعود إلى فوفانو من جديد، يسقط. ماذا يقول الحكم؟ هذه اللقطة، شوف كوليبالي، شوف وصول الكرة، شوف سقوط فوفانا في مريرة في الجهة اليسرى إلى ساديو. ساديو يحاول لكن ممتاز السعود. المباراة الثانية مع كوليبالي، كوليبالي افتكاك للكرة، هدوء بعد ذلك، كوليبالي بيرسل لنا الدقائق اللي يبدأ فيها الشوط الثاني. كم من الأخير، الكرة بتتحول مرة أخرى إلى كوليبالي، الله الله، قطع يدرس يا كوليبالي. الكرة كان هناك تصريح جميل للمدرب لويس إنريكي عندما كان يتحدث عن النجوم اليوم، ولكن أطول من اللازم، كوليبالي أقرب، والكرة بعد ذلك إلى ياسين بونو. هل تكون شباك نظيفة مرة أخرى يا ياسين بونو؟ إلى الغنام، أطول من اللازم، كوليبالي أقرب لغالبية الكرات. وايد بيرسون في موسم واحد، الشلهوب في 2010، ناصر الشمراء، ساديو يحاول، الله على سعود عبد الحميد، كولي كرة، الله على تاليسكا في محاولة المرور، لكن عادت الكرة مرة أخرى باتجاه كوليبالي.